سعيد هو اللي كلمك وعايزك تبقى عين عليا؟ عايز يعملني عصفورة اللهبل. وانت قلت له ايه؟ خدته على قد عقله، قلت له تمام، بس الموضوع ده هيكلفك شوية، لان انا كده ببيع نفسي وانا مش ببيع نفسي رخيص. برافو عليك يا يوسف، تعملت الصح. خليك على هواه قد ما تقدر، وانا من وقت لآخر هرمي لك معلومات تقولها له، والفلوس اللي اتخدتها منه حلال عليك. تمام يا باشا، اعتبره حصل. بس هي لو مفيهاش بواخة، يعني المؤاخذة في السؤال، هو ايه اللي يخليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بيشتغل هنا زمان، وانا كنت حبيته واطمنت له، وكان عندي ثقة كبيرة فيه وخليته دراع اليمين. بعد كده لف ولعب على غالية بنتي واتجوزها، فاطمنت اكتر لانه بقى جوز بنتي، وحكيت له عن كل اسراري. اسرار ايه بقى؟ مش مهم، المهم انه طلع وخني، ولولا ان غالية كانت على ذمته انا كنت فرمته. طب ما يتفرم دلوقتي يا باشا، ايه اللي يمنع؟ ولما رامي يكبر ويسمع، او بلاش يسمع، يعرف ان جده خلص على ابوه، تفتكر هيسامحني؟ كونه اتصل بيك ده معناها انه بيدبر لحاجه كبيره قوي انا معرفهاش، بس مش مهم. يا خبر النهارده الفلوس، بكره يبقى ببلاش يا باشا. عن اذنك يوسف، خلي بالك. تعيدوا يا باشا، انا لما جيت حكيت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في قرشين. الحكايه ما فيها ان انا ما بعضش الايد اللي اتمدت لي. متشكرين يا باشا. نادين الساعه كام معاك؟ انا اسفه بجد يا مدام، عايزه اتاخرت شويه. نادين بطلي الكلام ده، دي مش اول مره تتاخري فيها. معلش انا اسفه، مش هيحصل تاني. وده بالنسبه للتاخير، انما بالنسبه بقى للمكتب، ناويه تنزلي فجاه من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شويه فجاه وبالنسبه مش ما كنتش اقدر استنى. انا اسفه. انا لاخر لحظه بحاول ان انا احافظ على الناس اللي معايا، ساعديني ان انا اعمل ده. ممكن؟ حاضر. ايوه يا سيدي، انا اللي هاجي لك بنفسي. انت مالك؟ انا قلت لك معيش حد في المحل. انا جاي لك اهو. يلا سلام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. وشك نور اهو. كويس ان انت اتشجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، ونيجي سوا كلنا. ماشي. الحمد لله على السلامة يا جيزي. الله يسلمك يا فاروق. ربنا يخليك. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال، بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق القمر. هو لسه بطلعها الجداد. اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل الموت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، ليه الاسود ده؟ في حاجه ولا ايه؟ حاله وفاه كده. لا البقاء لله، الباقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك بجد شكرا. والله يقولي ربنا لو يخليك. في اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبو انا هشتري انسان. اطلع بره. يلا امين. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان راجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكلي انا ما فكرتيش فيه، ما فكرتيش فيه وانت بتهزري مع النطع ده. ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هتقلم صاحباه؟ والله العظيم تلاتة لولا الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديب، ستتني، قعدني في البيت يا اخوي، ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر، قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا جيجي، نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي، يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع، مش كده؟ يا جيجي لما اسافر، هو ده اللي في دماغي ومش هغيره. هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا، مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقول لي شوفي حالك يا بنت الناس، ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل. سفر وتسيبني ملطوعه هنا مستنياك مش هيحصل. وانت بقى ودماغك. مفيش فايدة. والنعمة ما صدقت نفسي، لقيت جيجي داخلة عليا وبتقولي إن هي خارجة النهاردة عشان. ماشي، يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكة النهاردة. صحيح يا حبيبي؟
حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح، ليك امك ولا ايه؟ امي دمي، انما انت روحي، الهوى اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه، بس ما تقولش عليا عبيطه. قول عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك. كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. عارفه بنت محا، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا ما اقعد افكر فيكي، بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي، ما تصبر، مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش، برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده، حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت في ايه؟ قالولك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا، وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلبه اللي انت مش عارف. ايه يا عمتي، في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه ياما؟ ده كان هيبوسها هيبوسها. بسيتك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهوك متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه في ايه؟ بتستغفلوني يا ولاد الكلب؟ اخص عليكم، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. اه ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه ده؟ احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه ياما، عشان ننزل نجيب الشبكه ياما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي، انا وينا؟ طب ما تزغرتي يا بنتي يا موحة، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرت يا عم، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرت بشويش يعني، ما دام البيت متنكس نزغرت بشويش. زغرت بشويش. اه بس الست لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني، ها فكرت ولا لا؟ وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال وشويه علاقات معاهم، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غالي، ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وجع دماغ، ما اعرفش ده ايه ولجنه شعبيه فين، وانا اصلا مش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنيك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه اقوله دول. شايف؟ شايف يا شيري بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا غالي، انا هتكلم على الدوشه اللي في الموضوع، وخصوصا ان الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ضد الفلول، يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ وفين سألت خسرت فلوس الحمله؟ لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم مرشحينك، وده معناه انهم هيدعموك، يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي، وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل، هم فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا غالية، ما تكبريش الموضوع في دماغي والنبي. يا بابي الموضوع كبير لوحده، انا مش فاهمة ازاي مش مديه اهتمام، ده انت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين. شايف كده؟ انا مش شايفه غير كده، بس عدت الليل. فين ايه؟ ما لقيتش اي حد هناك ولا حتى فلوسي، مش عارف كل اللي كان معايا راح في لحظه، ودينا اهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابويا، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومة مش هتيجي لغاية المحل وتجري ورايا إلا ما يكون عندها إخبارية، وأنا دلوقتي مش هينفع أشتغل في أي حتة، أكيد دلوقتي بيدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا أخي أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. طب أنا عاوز منك خدمة، الشغلانة اللي أنت قلت لي عليها لو ينفع بس.
يا سيكا يا سيكا، الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخذ مكانك. اه طيب، انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ابات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف حبيبتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى. شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبه قوي ان الجنرال بجلاله قدره يطلب عمليه بسيطه زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجه، الناس من الضنك اللي هي عايشه فيه ممكن تعملها، فاهمها لي بقى. مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجه. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل بتبقى صغيره قوي بس في تاثيرها بتبقى كبيره قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهايه مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سيدي، مفهوم. كلام اللي انت قلته لي اخر مره ساعه موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام، كلام في الهواء في لحظه سرحان. بس مش كل مره اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام تمام يا سيدي. دي صور الأرض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحدة واحدة. أنا خلاص اتفقت مع صاحب الأرض، ما فاضلش غير أنتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس أنت متأكدة إن الأرض دي ممكن يكون فيها حاجة؟ أنت عارفة الأجازة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. أنا من نظرتي متأكدة إن هي فيها حاجة. مع احترامي الشديد، إيه اللي بيأكد لك نظرتك دي؟ يا فندم أنا متخصصة في تاريخ الآثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه، التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك، طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين واحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف، تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا استاذ. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الراجل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدية ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. عن اذنك، مع السلامه. انا ماشي يا فادي، راح التمرين. عايز حاجه؟ استنى يا عم كده، انا عاوزاك. ادي قاعده يا ستي، قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1، اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2، شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل البطاريه. ماشي يا روحي. عايز حاجة؟ أشوفك بالليل؟ أوكي. هو أنت ليه دايماً قاعد لوحدك؟ أنا؟ بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك،
تمشي لوحدك مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة. والشيء الغريب فيها انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبه شويه ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجه كده. يعني طبيعه شغلي بتخليني ابقى دايما واعيه من الناس اللي حواليا. انت بتشتغلي ايه؟ مذيعه. احتمال ابقى مذيعه، مش متاكده لسه. قول ان انا خريجه اعلام. اقول طب يعني ليه احتمال تبقي مذيعه يعني؟ عملت انترفيو مستنيه النتيجه وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسيه ما تخونيش. كمان عندك الحساسيه؟ كويس. مين صاحب المحفل؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط. في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطه؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا؟ طيب انا اسمي دياب. ديبو. ديبو. انا اسمي امينه. ازيك امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر؟ فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني أكسف جدا. طيب مرة جاية متكسفش. حاضر. حاضر. يا رأيهم ده كل مرة بقى هتسافرلي فيها هتقعدلي بالأسبوعين والتلاتة؟ ده غصب عني، ما انت عارفة شغلي. يا سلام. طيب المرة الجاية بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك هنا اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده؟ واخدتها على فين؟ انصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا سعادتك. اخبار انتخاباتنا عندي ايه؟ لا انا لسه المرحلة التانية. اما نشوف. اكتساح يا باشا. ان شاء الله اكتساح. بصي يا ديبو قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. نسيها دي وما تحرمش منها. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. اتفضل. يا مين؟ ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت على العيال؟ جايين يعني. ماشي يا صاحبي. سلام. اتفضل امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وعيو باشا فين؟ تعال. في ايه يا مدام غالي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني، يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ يا باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات دي؟ لا لعبته ولا بيفكر فيها يا بيه. البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. اه والله والله. وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب.
يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا للشيمي بيه ولا لغيره، وانت عارفاني انا راجل في كلمتي. فاليا بلاش تعيطي، مسحي دموعك كده وابتسمي وخشي عادي كأنه ما حصلش حاجة. ها؟ عايزه افهم حاجه دلوقتي، لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وبدام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقابليها بمده كمان، ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ اه طب اتفضلي. الى الاستاذ فريد، طز في سيادتك، وصل له لو سمحت. ايه يا ام عاطف انت؟ ايه مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقل شويه يا ام عاطف. يا جماعه يا جماعه، اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهر؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. اهو النبي يا نهر اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البون ده مزور. ليه يا نهر؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهر، خدي واحده تعالى. حسيت لنا فيها يا ام عاطف؟ ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس سقطت في الامتحان. انا مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه، بس هتزعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام.
بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي، انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي، مش هبقى مذيعه في الصحافه، كتابه على ما اظن بقى، دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسرع عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير، رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقال عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع، كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى كتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدري تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مش حد صدقه، مش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه، مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، في ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على كده. افهمي، عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارف، بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبتعالج اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. استنى طيب، استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا ايسن باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. عشان كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه. ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كأنك شارب مني. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله؟ جاي تبتدي من الأول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ديبو رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحه. انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا لا انا عايز اقعد معاك. انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه خير؟ بقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني؟ ايه ايه الموضوع يعني؟
ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ طيب يا ابني، لاني مقدر مفوضيتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش خلاص ما بقاش ينفع، قلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيط يا انا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك لما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر؟ تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانيه خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا وحش، حاجه وخلاص. منظرها يبقى ايه؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا ديبو، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزه يا اختي، عقبال بناتك. من بقك لباب السماء يا حبيبتي، في حياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوز. كنت عاوزه يعني لما البت سماح تتجوز الرايق يعني اقعد عندك يومين، عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله، كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سونا، الوانة اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شدتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ يا رجاله جرالكوا ايه؟ في ايه مالكوا؟ يا ده في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع له عربيه انابيب مش كام انبوبه وخلاص، هو في كده يا راجل؟ اهدى يا عم ديال، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. لما جنرال يعرف اللي احنا عملناه الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قالنا عليه، غير كده ملوش فيه. مين يفهم؟ افهم يا جدع انت، لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه، هو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه، ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف محدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستاهل، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لينا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل؟ الناس تعبانه وكفرانه، كل يوم من صباحيه ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام. اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الانابيب ويوزعها في حته ثانيه؟ لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان عطش السوق. بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايه. ماشي. يا عم يوسف الناس اتبسطت؟ وبيدعوا لنا. تمام. يكشي يقول على الجنرال لابو الجنرال كمان. خليها على الله. هي الغتالة دي بتقفلي الكاسة ليه؟ اسكتي، ما صدقت امك نامت. ها وليه كده بقى؟ ليكي مستنيه مكانه من الموز؟ لا يا اختي انا اللي هكلمه. ليه ما عندوش رصيد ولا ايه؟ طيب يلا موضة بقى. الو؟ ايوه مين؟ مستشفى؟ مستشفى ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب انتوا في مستشفى ايه؟ سيكا
سيكا اصحى يا سيكا. سيكا خير فيه يا ابو يحيى؟ فوقلي تعالى عايزك. انا يا اخي كلامك اثر فيا قوي، فعلى طول كلمت لك واحد حبيبي هيظبط لك شغل كويس، ولسه حالا مكلمني ومستنيك تروح له. ايوه بس هروح له ازاي؟ ما انت عارف اللي فيها، انا كاسر فيزا يعني استحاله. يا ابني حبيبي انت مع ابو يحيى، انت عارف مين ابو يحيى؟ انت هتسافر بالقطر، هتلاقي واحد مستنيك هيوصلك لحد حمد في بيته. حمد مين؟ حمد ده واحد من رجالتي، والراجل اللي هيوصلك ده عارف كل اوصافك. المهم بس دلوقتي اهم حاجه قبل ما انسى، انت تاخد التيكت والفلوس دي هتكفيك لحد ما توصل بالسلامه. ايوه بس ده كتير قوي يا ابو يحيى. ولا كتير ولا حاجه، انت تستاهل كل خير. بس انا عايز منك طلب صغير. تغورني. انا عندي شنطه امانه عايزك توصلها لحد حمد. عينيا. صدق يا اخي انت حبيبي. وانت حبي. يا اهلا يا ام سامبو، انستي ونورتي حبيبتي. البيت منور باصحابه، انا مقدره اللي انتوا فيه وكل شيء بامر الله، وان شاء الله يكون اخر الاحزان ان شاء الله يا رب. بس هقول لك على حاجه، ما يكون في خير ورزق جاي نقطعه؟ لا طبعا ما نقطعوش. طب انا جايبه لجيجي عريس. والنبي صحيح. والله ابن عمتي لازم مهندس وشغال في الكويت وبيقبض قد كده، وجاي الشهر ده عشان تشوف عروسه ويتجوز. السلام عليكم. حجات اهي. اهلا يا جيجي. ازيك يا مزاك يا مصامبو؟ ازيك يا حبيبتي؟ ام سامبو عندها مفاجاه حلوه قوي ليكي. خير؟ جايبه لك عريس مهندس بيشتغل في الكويت وبيقبض قد كده، ما تحكي لها يا ولية. جدع زي الفل وطول بعرض وعشت وقباها. تحكي لي على ايه؟ طول بعرض ايه وقباها ايه؟ انت خلاص ما عندكيش احساس خالص؟ ده احنا ايام ما قلعناش لسوا. يا حبيبتي ما احنا مش هنتكلم في حاجه. بقول لك ايه؟ ام صامبو جوزك بينده عليكي يا اختي، قومي شوفي عايز ايه. انت لسه هتبص لها؟ ما تقوم. ولا ابص لها ولا اعمل لها، فوتك بعافيه يا حبيبتي. يعافيكي يا ام صامبو، ما لسه بدري يا ام صامبو، خليك. ولا بدري ولا وخري. ايه اللي بتعمليه ده يا جيجي؟ هي وليه غلطت في ايه بس؟ جايبه لك واحد هيستتك وما يتعيبش. انت شايفاني ايه؟ بهيمه مستنيه اللي يجي يجرها ولا بايره مكتوب على باب البيت عروسه للبيع؟ انت عايزه ايه؟ اما بقول لك ايه؟ قفلي على السيره دي خالص عشان انا روحي في مناخيري ومش طايقه كلمه. هو انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك كلمه؟ يعني اقول لك في نفسي عشان ترتاحي؟ دي عيشه طه. طب انت تكسب الانتخابات المره دي يا شوري؟ اللي خلاك تسالني سؤال زي ده يا سعيد؟ يعني الناس كلها دلوقتي بتعتبرك لمؤاخذه فلول، وكل ما صدق الحزب ينحل عشان يطلع من جحوره يعني. وبعدين الشغل اللي كنا بنعمله زمان مش هنعرف نعمله دلوقتي. ليه ما نعرفش نعمله دلوقتي؟ انت فاكر النظام ده ايه؟ رئيس وحكومه ورئيس وزراء ومجلس الشعب؟ لا يا حبيبي، النظام ده تعود، تعود الناس اتعودت عليه. هو ده اللي الناس اتعودت عليه، هو هو اللي هتعمله. موت يا حمار بقى على النظام ما يتغير. ماشي يا حبيبي، بس اليومين دول الغربال اللي شده جامده قوي علينا. لا يا حبيبي، انزل الشارع وشوف الناس عامله ايه، ما يغركش اللي بتشوفه في التلفزيونات ده. انا ان كان عليا الكلام ده يبسطني، بس انا قلقان من الشيم اللي نازل الانتخابات ده. ما ينزل، مش بيقولوا الصناديق هي اللي بتحكم؟ ومال، خليه ينزل ونشوف صندوق مين اللي هيحكم، صندوق الشيم ولا صندوق هلال الدهشوري؟ يا رب زي ما انت بتقول كده. ثانية واحدة استأذنك بس. ألو يا سعيد بيه، ازيك؟ أنا عرفت خبر مهم أوي، قلت ما يستناش لبكرة. الشيمي هيرشح نفسه في الانتخابات. والله زي ما بقول لك كده، سمعته بيتكلم مع بنته في الموضوع ده، وفي ناس قولوا امبارح عشان يريدوا. طب يا يوسف كتر خيرك يا حبيبي، خليك كده مركز، ولو في حاجة ظهرت قدامك أبقى قول لي عليها. سلام يا يوسف. مين ده؟ ده واحد اهبل كنت فاكره راجل، بس طلع عايز يلعب معايا، ما اعرفش ان انا ابو اللعب في الحاجات دي. قوم دلوقتي يا معلم من الشيمي، ما يشوفش كرسي المجلس. ولا هيشوف ولا شاف. هو بيشوف، ده عنده قصر نظر، الايام باينانة. وانا معاك في اي حاجه تؤمر بيها. حكم الشيمي ده بقى معزته عندي جامده قوي. المصلحه واحده. حبيبي. وربنا يا عم اللي كسروا لك دراعك لانك كسر لهم نافوخهم واحد واحد. بس انت تقوم بالسلامه كده ومالكش دعوه باي حاجه. لا يا دول انت قلبك ميت. ما هو واضح. اشيلك انا من تحت ايديهم تقوم تجري انت واقع على مكانك. ونعم الرجوله. وربنا ما شفتك يا جدع، ده انا بحسبك بتتم. خلاص يا تيفا. خلاص يا تيفا ولا يهمك، فداك يا معلم. يا نهار اسود، ايه اللي خرشمك كده؟ شيماء. طب يا حماده احنا هنوصي عليك الدكاتره ويبقى نعدي كده. يلا يلا بركه. بعد اذنك يا استاذ.
لا مفيش، ده اصل انا بس كنت بهزر مع شويه من بتوع الامن المركزي، بس زي ما انت شايفه هزارهم دي لحبتين. انا مش قلت لك مالكش دعوه بالحاجات دي، ادي اللي خدناه من الاهلي، انت بتروح تتفرج على الماتشات ولا تتضرب؟ نصيب بقى شيماء، هنعمل ايه؟ لا نصيب ما اقولكش تعمل كده في نفسك. لا يقول ونص، دايرتهم كسروني من زمان. علي النعمة لو كنت اعرف ان انت جايه كنت قلت لهم يكسروني كل ماتش. بطل هزار بقى، ما تاخدنيش في دوكا، انت لازم توعدني ان انت مالكش بعد كده في الخناق مع الحكومه تاني. خايف على ايه؟ مش قوي يعني. طب بقول في ايه؟ انا اديلك حد؟ اخص عليك قضيتني يا بنت المجنونه. ايه ده؟ من هنا ورايح جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر ومنه فيه عشان انت تاخد على جواز. اسلم ايدك يا عمتي. انا عايزه اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي، سامح قالت لي انا لا عامل لا فرح ولا دياول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ اه قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانيه صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير قلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيد هتبيع تترمم، في ايه تاني؟ ونبي يا اخويا ما تعصب نفسك، خلاص يا ماما مات الكلام. لا ما ماتش الكلام. بقول لك ايه يا حبيبي؟ ده البنت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليلة طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبانه، خلصنا مش عامل حاجه. طب حاجه ظننا كده على قد الحال يعني، نلمي فيها اصحابنا وحبايبنا وهنقعد ليك عليا، لا في مزيكا ولا في رقص. اه ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبانه. ويكون في علمك بقى البنت جيجي هي صاحبه الفكره. قلت ايه؟ قلت خلاص بقى، خلاص خلاص. شيماء بنت، يا شيماء يا بنت، ما فكرتنيش اطلع كيس لحمه من الثلاجه ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا شيماء، بنت بنت يا شهد. ايه نعم. شيماء اختك فين؟ اختي مين؟ اختك. هو انت عندك كم اخت يا مضروبه؟ شيماء راحت تدي حقنه لخالتي زوزه. يا خرابي، تدي حقنه لزوزه ليه؟ تعبت بقى امبارح وصباح كلمتها قالت لها تيجي تديها حقنه. حبيبتي يا زوزه لا، ده انا لازم اروح اشوفها. لا استني استني، لازم انت بقى تستريح. تستريح؟ ده ايه، دي اختي لازم اروح اشوفها. لا بس اوعي يا بنت سيبيني اشوف. انا عندي شك انك مش هتيجي. لا انا قد كلمتي قوي. طيب دلوقتي بقى انت مستنيه مني انفذ وعدي صح؟ اه ما عرفتي بيك عرفت ان انت دايما بتنفذ وعدك، ولا ايه بقى هتخستع مني النهارده؟ اخستع؟ انا عمري ما اخستع. قلب الجمل؟ ايه هو بيعض؟ بيعض ايه وبتاع الكلام ده؟ حتى لو بيعض نخلع له سنين. بقول لك ايه؟ الراجل قاعد هناك اهو ماشي؟ مش عايز ضرب. الراجل ده شيكو عالي ما ينفعش نطفشه. حاضر هحاول ما اضربوش. تحاولي ما تضربوش؟ طب عازمني طبعا على حاجه الاول. ماشي يا ولد تعالى. ربنا يستر. طيب طيب يلا على الباب. الله حاضر حاضر. زوزة ألف سلامة عليكي يا حبيبتي. إيه؟ ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالي. مالك يا وليدي؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه انت اللي مالك يا اختي؟ ما الحال عاجبك؟ في قالوا لي يا اختي انك تعبانة. تعبانة من ايه يا حبيبتي؟ تعب لما يجي لك في مفاصلك يا وليه. انت ما انا حلوه وزي الفل اهو، انت هتفسري عليا؟ هتعيني بالعافيه بالكذب يعني ولا ايه؟ امال البت قالت انك جت تديك الحقنه. بت مين؟ شيماء. شيماء ادتنا انا حقنه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء بت يا شيماء. ايه يا امه بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء. وديتك الحقنه ولا ما اديتكيش الحقنه؟ لا ما اديتكيش حقنه. ما اديتكيش ازاي يا امه؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي، الف سلامه عليكي. الله، يعني انا خدت حقنه؟ اه يعني انا عيان؟ ايوه. الله، ما تستنوا كده انا اشوف ايه. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي، ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليكي يعني يا ما يعني. تعالي يا اما خشي. يعني سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليكي يا اختي. يا سونا يا اختي. العدوين واللي يخرجوا يا سونا بعد الشر يا اما. عشان يا اختي نيموني، سيبيني واقفه ليه؟ عياني. اسم الله عليكي يا زوزه. عياني. هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا يلا يا اختي، يلا يا ست الحكيمه. نرسى ياما نرسى. نرسى ياما نرسى. يلا يلا يا اختي. في
حاجة يا يوسف؟ لا أنا كنت عايز أعرف بس إذا كان الشيمي بيقلك على عمه سعيد ولا لا. عرفت. وعلى فكرة أنا مش مستغربة. أنا خلاص اتعودت على الحركات بتاعته دي من زمان. بصراحة يعني ده عيل خسيس. مش فاهم أنا كنت متجوزاه إزاي. مش قصدي حاجة يعني. بس له من توبك ولا من مقامك. يوسف أنت جيت معايا ليه النهاردة؟ هو أنت متضايقة من وجودي ولا حاجة؟ لا بالعكس. أنا بقيت مطمنة دلوقتي أكتر وأنت معايا. أنا جيت بأوامر من الشيمي بيه. للحماية يعني. أنت عارفة سعيد وحركاته. بس لو تحب أفضل معاك على طول أنا ما عنديش مانع. قصدي يعني لو في أي مشوار ولا حاجة. بص يا يوسف. الحركة اللي أنت عملتها ورحت قلت لبابي على موضوع سعيد دي حركة حلوة. على الأقل أنا حبيتها. وريتني قد إيه أنت جدع وإنسان كويس. بس بليز زي ما وعدتني. الموضوع اللي حصل معايا ده يا ريت ما يوصلش لبابي. خليل أنا موجود معاكي عشان أحميكي وبس. وزي ما وعدتك قبل كده. ما تخافيش مني. ميرسي يا يوسف. ميرسي على اللي أنت كل اللي بتعمله معايا ده. هاي. إيه الأخبار؟ يا أوكي. إتس سو جود. قول لي يا رايق. لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل إيه؟ ندعي له. غير ندعي له. يا باشا خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير بأصوات الناس، غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي أصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي أصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي. ازاي؟ نوقع المنافسين في الغلط. نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينه وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقفوا حاجة زي دي. يا باشا هما هيعملوا حاجة، احنا اللي هنعمل كل حاجة وكله بالطريقة. طب احكي لي. انا احكي لك. دلوقتي الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه أهل الدايرة، تمام؟ تمام. شوية ناس من عندنا يخش يتفل المنافس بتاعه. كلمة في حدوتة الدنيا هتتربى، الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسة. كده هيبان المنافس ايه؟ بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان، يجمع فيه كل الحاجات الناقصة من السوق ويبيعها بسعر قليل، الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس ما تفرحش، الصوان ده هيتولع فيه. كده هيبان إن مين اللي عمل كده. أكيد منافسينه. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف يخدموا الناس الغلابة. ما أنت عارفنا. شعب غلبان ويموت في العواطف. الناس دي لو حاسس ان في حد بيعمل لهم حاجه هيروحوا معاه زي ما انت عايز. ايه يا ابن القرود؟ هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. ابن الفايده يا يوسف. اي اوامر تاني يا فندم؟ لا شكرا. ازيك يا شين؟ ازيك يا دهشوري في البازار؟ ده هي المفاجأة السعيدة دي. أنت متأكد إنها سعيدة؟ آه طبعًا سعيدة جدًا. تشرب إيه؟ لا مفيش داعي. أصل أنا مش ناوي أقعد كتير. أنا جاي أقول لك كلمتين على السريع وماشي. خير. كل خير. أنا سمعت إنك مرشح نفسك في الانتخابات اللي جاية وأنت عارف إن أنا داخل الانتخابات. طب ودي فيها إيه؟ فيها إنك بتحط نفسك قصادي. لا ما تحسبهاش قوي كده يا دهشوري. انا اصلا قابلت عشان الناس واهل الدايره طلبوا مني كده. وبعدين مش مهم مين ينجح مين ما ينجحش، المهم ان احنا نخدم الناس. ولا انت رايك ايه؟ برافو برافو يا شين. ده انت كمان بدات تحضر للكلام الحلو اللي هتقوله. اسمع يا شين، اللعبه دي انت مش قدها وما تعرفهاش وما لعبتهاش قبل كده. أحسن لك ما تحطش نفسك في مكان أنت مش قادر. أنا مش فاهم أنت قصدك إيه. لا أنت فاهم قصدي كويس. السكة مش سكتك. خلاص أتعلم أمشي. الله، ده أنت ناوي ناوي بقى بصراحة. ماشي، أنت اللي اخترت. بس خلي بالك اللي يلعب الدح ما يقولش ايه. ده سوري، البلد اتغيرت واللي كان ليه سعر زمان بقى دلوقتي ملاليم. بيتهيألك
سلام. جريه عادل، مش هتبطل تعلي صوتك على ابوك قدام الناس؟ يا رايق، ما هو لما بيكبرنيش يرضيك يعني يشتمني قدام اللي رايح واللي جاي؟ يا عم اديك بالجزمه كمان، وانت تكبر على ابوك ولا ايه؟ والله يا رايق انا كنت بتنفس ساعتها، ما كنتش عارف انا بقول ايه. معلش معلش عادل، استحمل ابوك كده، خلاص مش حامل الحاجات دي. روح يلا، جوز دماغه راضينا. يلا ماشي يا رايق. يلا عطول، يلا. يا فتاح علي مرزا كريم، قابل يا كبير. يا صباح الفل يا هيثم باشا، تعالى نحن نشوف الباشا يشرب ايه. عينيا كبير، تشرب حاجه يا هيثم باشا؟ ملوش لزوم يا ابني. بص بقى، انا جاي لك في كلمتين من الاخر. امر يا باشا. مفيش نزول انتخابات السنه دي. يعني ايه يا باشا مفيش نزول انتخابات؟ انا لازم انزل وانتخب واعلم عليهم، قصدي انا اعلم عليهم على الورق يعني. تنتخب وتعلم اه حقك، لكن تبوظ الانتخابات وفي دايرتي هو ده اللي مش حقك. يا باشا هبوظ الانتخابات ايه؟ ده ليه واخد عني فكره وحشه كده؟ انا راجل عريس وفرح كمان كام يوم، يعني مش فاضل الكلام ده خلاص. عموما اديني قلت لك، يومها بقى ما شافكش لما ابنك معايا من عيالك القلاطيش ونازلين بقى تعملوا لي النمره ولا حاجه. يا باشا عيال ايه وقلاطيش ايه يا باشا؟ انت هتزعلني منك ليه؟ بعدين الكلام ده كان زمان خلاص، ما بقناش نعمله دلوقتي، الناس بقت عارفه وفاهمه كل حاجه. ويعني واحنا زمان كنا بنعمله ليه؟ ها؟ عشان الناس بتوعكم. خلصت يا سيدي، ولا فيها بتوعكم ولا بتوعنا، واحمد بقى زي الحاج احمد. فيا ريت بقى يومها ما شافكش طالع لي بحاجه، عشان انا كمان ما اطلعلكش بالحاجات اللي عندي، اللي ريحتها كان كمت ونفسها تشمها. نفسها تشم الهوا صح. لو عليا يا باشا، انا هنزل انتخابات، انتخب وارجع لبيتي واكل عيشي. احنا خلاص بقى ناس كبار وعايزين انتخابات نزيهه. ماشي يا عم نزيه. سلام. سلام يا باشا. يا كبير انت هتنتخب مين؟ هنتخب نزيهة. يلا ها. طب ضربني يا كبير. ماشي. صباح الفل يا جيجي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جيجي؟ ازيك يا مسيح؟ تعالي حبيبتي اقعدي. طبعا انا في مشوار كده دي بقى. كتير انت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا رب يا هادي هات الزبائن ناحيتك. وعندك واحد شاي هنا سكر زيادة لو عايزك. ما تزعلش منك. حقك عليك. لسه فاكرة؟ هو أنت لسه عايش في دور متضايق؟ وبعدين يعني مين المفروض يصالحك تاني؟ ما أنت شايفة نفسك مش غلطانة. جاية ليه؟ عشان ما أحبش أشوفك كده. وبعدين وحشتني. الله. وبعدين يعني مش كل شوية تمسك عليا كلمتين يتقالوا في ساعة شيطان. جيجي من الآخر كده، أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزك ما تزعلش مني ولا تبعد عني. بحبك يا زيد. وبعدين يعني من ساعة اللي حصل وأنا مش عارفة أتلم على بعضي. كفاياني أوي اللي بعده. لا إله إلا الله. وأنا يعني اللي عايز أبعد؟ يا بنت أنا لما كلمتك في موضوع السفر ده أنا اتكلمت فيه يعني عشان إحنا الاتنين. طب ما بلاش نتكلم في الموضوع اللي بيخلينا نتضايق من بعض ده. بقول لك ايه؟ انا استأذنت ساعتين من المقدس. لو ينفع يعني نخرج النهارده. ساعتين بس؟ ساعتين تلاتة أربعة. اللي أنت عايزه يا قمر. يا أم يوسف. استنى راح فين؟ رايح السوق. ما قلتليش يعني الست صاحبتك دي ما كلمتكيش على موضوع العنوان؟ لسه يا أخويا، أديني مستنية. على العموم أول ما تكلمك بقولي لي لازم أروح معاكي. كتر خيرك يا ياسين، أنا مش عايزة أتعبك معايا. أصلها بتقولي إنه ممكن يبقى بره القاهرة. إن شاء الله أكون في بلاد وائل وائل. ما ينفعش يا مديحة أسيبك تروح لوحدك في حتة وناس ما تعرفهمش، ده كلام برضه. بقول لك إيه يا ياسين؟ أنا عايزك تقعد مع يوسف تاني، تتكلم معايا، تقول إنك كنت عارف أبوه زمان، وتحكي له اللي حصل. هو بيسمع لك وهيصدقك. والنعمة من غير ما تقولي بكلمه، بس هو الواد راكب دماغه. أعمل إيه بس يا ربي؟ ما تعمليش حاجة، خليها على الله. ما ينفعش تبص لورا بقى دلوقتي يا مديحة، بصي قدام. ربنا يفرجها إن شاء الله. على قولك يا أخويا، على قولك. لا حصل حصل وخلاص. ما عادش يجي. على العموم أنا هكلمه تاني، يمكن ما حدش عارف. طيب يا أخويا، فوتك بعافية. بالسلامة. أهلين أهلين، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. حبينا على سلامتك. فوت ادخل. يسلمك. فوت ادخل. بعرف عزبتك الشنطه كتير، ميرسي الك، بتشكر لك. انا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف اقول لك ايه، انت ولا ابو يحيى، انا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحنا كلنا اخوه. ربنا يديم المعروف. امين. حكي لي،
واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجه ماشيه زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل اللي قال لي عليه ابو يحيى جابني هنا على طول. نحمد الله منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم ابو يحيى قال لي انك ممكن تشغلني معاك. شو بيك جاي حامي على الشغل وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصه كم يوم تدبر لك شغل منيح لإلك والله يسوي لنا الخير ان شاء الله. يا مسهل، المهم ما ترحلش على مصر وارجع ايد ورا وايد قدام. ان شاء الله بترجع مجبور الخاطر، واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقولوا انتوا يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. اه طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين تاخذ راحتك، البيت بيتك بالاذن. تفضل. تعال بقى يا بطل عشان ما تبردش. يلا خش خش بسرعه بسرعه بسرعه. ايه يا عم الشطاره دي؟ بيت سباحه لامي اهو. ماما ما تفوتليش اي تمرين حتى لو وراها ايه. والله كويس، عملت حاجه مفيده في حياتها. طب قول لي بقى، انت مبسوط مع بابي هنا؟ اه. طب تيجي تعيش معايا هنا، تقعد معايا في الاجازه بتاعتك؟ انت عارف القريه دي كلها بتاعتي انا، عامل لك فيها مدينه ملاهي كبيره جدا علشان خاطرك. ومامي؟ مامي اكيد هنشوفها يعني، هتيجي تزورك اي حاجه يعني. انت مش كبرت بقى ولا ايه؟ طب هسألها. ماشي يا عم اسألها وشوف هتقول لك ايه، بس عشان خاطرك انت بس. يلا هسيبك تشرب الجوز بتاعك، هروح اجيب حاجه بسرعه واجي على طول. اوكي؟ اوكي. يلا. بعدين خروجة السينما دي كانت المفروض تبقى عليا اصلا، انت بس اللي دايما بتحب تعقدها. انا بعقدها؟ اه بتعقدها، مش انت عزمتني عندك مره؟ اه وانت بقى بترديها. لا ما اسمهاش بردها، بحاول اعمل معاك جدع. مصطلح الغريب ده، اعمل معاك جدع، اسمها بوجب معاك، اتعلمي بقى. هو ده قصدي. ليه بقى مش راضيه؟ انا مش موافق على اي حاجه منك. ايه مش راجل قاعد معاكي؟ لا مش قصدي طبعا، اكيد يعني عارف انا مش قصدي. احكي لي بقى ليه موضوع النزاعات ده؟ مفيش، هو ده حلمي من وانا صغيره، من قبل ما اخش الاعلام اصلا ولا اي حاجه. وبعدين انا عايزه اعتمد على نفسي واشتغل، انا مش عايزه اقعد معتمد على ابويا انه يصرف عليا. زعلانه ليك اب بيصرف عليك مخليكي مش عايزه اي حاجه في الدنيا؟ انت ايه غاويه شقه؟ لا بص يا ديبو، اي انسان بدون شغل ملوش معنى في الحياه، وانا مش من النوعيه دي. انا عندي طاقه باور عايزه اطلعها في حاجه. انت لو ما نشفتيش دماغك في موضوع الوسايط ده كنت كلمت لك اي حد في الشغل عندي وعينك في احسن مكان. اوه هتعمل لي زي امي بقى، انا مش بتاعت الكلام ده يا ديبو. اسمعي كلام امك، البلد دي ماشيه بالطريقه دي. وابص على نفسي في المرايه واقول لنفسي ان انا واخده مكان حد تاني. بص اعمل ايه؟ بص في المرايه. مرايه اسمها، انت بتبص في المرايه بقى وحاجات. مرايه تقولي لي يا مرايه. في حاجه اسمها ضمير يا بيبي، وانا ضميري ما يسمحليش بكده، مش هقدر اقنع نفسي ان البلد ماشيه بالطريقه دي. على فكره انت عاجبني، قصدي يعني عاجبني طريقه تفكيري يعني، هايله بصراحه. كل الناس بيقولوا لي كده. ايه التواضع؟ ثانية واحدة. ألو. أه تمام. أنا خلاص جاهزة على النزول أهو. شغل؟ أنت مش قلت لي إنك فاضي النهاردة؟ لا خلاص لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا مامي. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي. نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش لو جرى له حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقولك الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له يريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده، بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني اللي حر فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش. هو في ايه يا غاليه؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي غاليه ما تقصدش. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص خلاص يا غاليه، انا سايبه لك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله
معلش يا بابي بس انا مش قادر عليها. خلاص بقى يا غالي خلاص. المهم النهارده بعتوا لي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان التجاوي في الارض دي كلها مش طبيعيه وبتاع الفعل. طب دي اخبار كويسه. عملت ايه مع الدهشور؟ جالي عشان يهددني يا ستي. سيبك مني بتاع كلام بس. المهم انا لا ناوي على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بكلمك. يا حياتي باي بوبي. تصبح على خير. ايه يا جدعان دماغ فيها ايه؟ سعيد بيقول لك دارس ودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. ازيك يا راجل يا شقي؟ عاش من شافك يا راجل. ازيك يا شيمي؟ كرسي يا فاروق. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. اشكرك يا ابني. اقعد. ازيك يا عم؟ اخبارك ايه؟ قول لي انت عم طول الوقت مسافر كده ولا ايه؟ اعمل ايه يا شيمي؟ ما انت عارف بقى هايدي والعيال بره. بس تصدق انت ليك وحشه كبيره جدا والله. الله يخليك يا فوش. اصل انا كنت معدي عشان اطمن على الولد يوسف بعد الحادثه اللي عملها. فقلت اجي اشوفك بالمره يعني. فيك الخير فيك الخير يا شيخ. بقول لك يا مقدس. تعالي تعالي يا جيجي. لا مؤاخذه مش عارفه ان عندك ناس. انت مش عارفه ده مين؟ لا مش واخده بالي. ده يا ست الشيمي صاحب البازار اللي بيشتغل فيه يوسف. اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. طب تحب تشرب ايه؟ لا معلش لازم اقوم. لا 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 ازاي تيجي ازاي دي؟ خليني اعمل لهم شاي لو سمحتي. حاضر بعد اذنك. ها؟ ايه اخبارك؟ قول لي انت اخبارك ايه؟ في حد يبقى عنده مصر زي دي يفضل قاعد بره؟ تصدق بالله يا شيمي انت لا يومك هتتغير ابدا مهما طال الزمن. يا عم دي بنت غلبانه بتجري على رزقها ورزق امها. وماله يا سيدي؟ انا طول عمري ما عنديش اي تفرقه من الطلاق خصوصا في موضوع الحب ده. الامور انت هتعمل ايه؟ الله يخرب مخك يا شيمي. بس انت غلطان يا يوسف. كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على اخوانا. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان يا جدعان واحد ما تعرفهوش فيه ايه؟ وعشان ما نعرفهوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده؟ ده حوار يخصني وانا هخلصه. ايه يوسف في حاجه اسمها تخصني وتخصك؟ ايه يوسف الواد ده لو بات سليم في بيته النهارده يبقى نلبس تروح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين؟ قول لنا هو مين ما تعرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تعرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي، انتوا في ومفتح مين؟ ومفتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا يوسف. خليك زي ما انت خليك زي ما انت مستريح. لا مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا خطوه عزيزه اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار. اهلا وسهلا شيمي بيه. اهلا وسهلا. شاي يا حاجه؟ لا شاي ايه احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا انت اول مره تجي لنا يعني ازاي ما تاكلش؟ الغدا يا حاجه والنبي. لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ ابدا يا باشا. سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لا مؤاخذه شيمي بيه الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل يوسف بينا بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجه. طب حلو الكلام. يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي. ديبه خده وامشوا يا اخي خده وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي انا بس نروح مشوار. يلا بينا بس. يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي. الحوار اللي دار بيني وبينك يا باشا واتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بعد اذنك يا مهندس
كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. خير؟ محتاجه فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قول. ديب. ماله ديبه؟ ما بقتش فهمان. بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معايا، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص طب ما تتكلمي معاه. غلبت كلام معاه واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بصي يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه طب ده هو سندي وظهر. خلاص يبقى تستنيه. لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده اصلها من خير، يعني الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني اعمل ايه؟ ايوه يا بنتي الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين. لو عايزه نصيحه عم فؤاد انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستني هو اول ما يبقى جاهز هيجيلك، يا بقى تشوفي حالك وتطلعيه من دماغك خالص. يعني يوسف ورشه النحاس بعتوا الطلبيه اللي احنا عايزينها ولا لسه؟ المفروض توصل النهارده. طب خلاص بقى اكلمه قول لهم يبعتوا الطلبيه على كرامه في الحسين على طول، يعبيها ويبعتها لي بدل ما ناخدها ونوديها ويرجعها وتبقى قصه. ماشي حاضر هكلمهم وخليهم يغيروا على طول. اوكي. وحشتني وحشتني وحشتني. وانت كمان يا حبيبي. انا قولي مامي بقى اتبسطت مع بابي قد ايه؟ اتبسطت قوي يا ماما. لو سمحت يعني بعد اذنك ما تبقاش تقفل تليفونك تاني عشان اعرف اطمن على ابني. لا اطمني رامي هو معايا ما بقاش محتاج لاي حد خالص. اهلا ازيك يا جو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي ما انت شايف عايش. مش مهم يكون عايش، المهم يكون مبسوط. وانت اللي يشوفك يزعل يا سعيد. عايز حاجه تانية يا سعيد؟ لا خالص، انا كنت بوصلك بس الولد وبديهولك في ايدك، خلي بالك منه. اكلمك يا رومي. رامي خش جوه يا حبيبي سلم على جده. يلا يلا. يوسف انا مش عايزك تزعل، سيبك منه، هو عايز يستفزك وخلاص. انا عارفه حافظه كويس. تمام خلصت اللي في ايدك بقى وحسن يعني. يا نهار اسود يا نهار اسود ده هو. سيد جهز اغراضك لملم حالك، راح ننتقل من هذا المكان هالحين. ماشي ماشي بسرعه. حاضر حاضر بسرعه يا سيد. يلا يلا سيد. ماشي. فضل سليمان انت الوحيد اللي في المنطقه دي بسلمه رقبتي. معلش يا راي لابن الورد يتسال عليه. طب خف ايدك عليه بقى بدل ما يقوم يعملها معاك. خبر ايه يا عم ياسين؟ انت هتسخنه علينا ولا ايه؟ انت هات كل الجرايد والمجلات اللي عندك قديمه، مفيش جرايد النهارده خالص. يعني انت شايف الناس بتقرا قوي؟ الناس فيها اللي مكفيها. ما عشان ما بيقروش. يا جدع يا دياب تعالى بص كده الواد عورني ولا ايه؟ لا 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 عيب عليك. من حقه يطمن يا سليمان الليله ليلته. ليلته ايه؟ ده بقول لك لسه العشاء وخلاص. اعمل ايه بقى دياب؟ والله انا كنت عايز اعمل حاجه. لو نجيلي قال حرام، موحه برضه فرحها، اعمل لها حاجه صغيره واتعامل. اصيل والله يا رايق.
امال ايه تربيتي؟ يا نهار اسود ايه يا جدع اللي انت عملته ده؟ عمل ايه؟ الواد ده مجنون ولا ايه؟ عملت ايه؟ ايه يا عم منك ولا ايه؟ عمل ايه؟ خلي قلبك شوارع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هذه المطبات دي؟ يا عم ما عملتش حاجه. طب بص بص خلاص يا رايق المرايه ما بتكذبش. بص ديبو بيهزر معاك. هلا يا عم ياسين كمان برك معاه ده حبيبي يا عم. مش تاخد وش؟ انا اخد وش؟ ها؟ بقول لك ايه؟ عايزه على الناعم عشان احتمال يبقى فيه عروسه النهارده ولا حاجه. الله صاحي يا ياسين، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قلت لك حته عيل بدل النادل على جنب كده. يا راي ده انا نفسي يا ابني بطلت اسال روح السؤال ده. يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا حواليك اهو. ايه يا عم انت في ايه مالك؟ يا عم انا عارف، انا بسال بس عايز اعرف السبب مش اكتر. لما انا راي وانا في سنك انت وديبو كانت الدنيا سرقان يا ابني. صحه وشباب وعافيه. لو ايه وعزوه كمان. من ناحية أخويا ومن ناحية ولاد عمامي في البلد ولاد خلاني. منين ما تروح تلاقي حد من عزوتك؟ فكرتش بقى أجيب حتة عيل يشغلني؟ ما العيلة كبيرة ومفرعة والدنيا مزهزهالي وداخل فيها بصدري وبقولي عافية أوديكي فين؟ زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبرت والقطر شافني والعيلة المفرعة دي صفصفت عليا أنا والواد الندل ده. الحكايات النادي النهارده مالكوا فيه ايه؟ ايه يا عم في حسك في الدنيا امال؟ لا عاد حد بيسال على حد ولا حد داري في حد. طب هتقلب على المواجع بقى ولا ايه؟ ده ايه القعده دي؟ انا عندي مشوار يا عم. راح فين؟ والله عند الواد يوسف. لو في حاجه هكلمك. ها؟ ماشي. سلام. سلام. الحساب يا ديب. الحساب يوم الحساب. ما تقلقش يا عم ياسين الحلقه دي عندي. لما يجي اللي مشغلك يروح امك قول له ان مش يوسف اللي تدرس ودانه وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه انا هقطعها له. امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين خد يا حبيبنا. بيقول البنات يا زوزه. ترى ايه يا مرة انت قطعت رساله ولا ايه؟ يا عمتي وادي يا عمتي ايه؟ احنا ما كناش نعمل حاجه. جيل اللي صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيزي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي ادعي لها يا ديحه. ربنا يخليك يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبيت ام وحلب. ازاي جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله ده فرح يا رايق. دي ليله وقتي. ما تقعدي يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله ده ليله دخله مش ميته. ما تشغل حاجه يا رايق. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ايه؟ ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عم ياسين. ماشي يا عم ياسين. ماشي يا عم ياسين. ارقصوا كمان. الله يا سوسه. رايح فين على الصبح كده؟ مشوار على السريع كده وهرد على طول. مشوار ايه دلوقتي يا سيكا؟ مشوار. طيب اعمل حسابك نتغدى سوا. يدوم يا حبي يلا بالاذن. اتفضل. سلام. سلام. صباح الفل يا ام يوسف. يسعد صباحك يا حبيبي. ايه ده على فين العزم؟ نازل بقى اتفسح شويه. الشوارع وحشتني قوي يا ام يوسف. طب يلا تعالى بسم الله افطر بقى. انا عامله طبق فول انما ايه يستاهل بقى. لا بالهنا والشفا. اصل انا مش متعود افطر. اوعى تكون مكسوف يا واد. مكسوف ايه يا ام يوسف؟ ده كلام. طب خليه على الغدا وانا افرم لكم. ماشي يا حبيبي مستنيين. يلا بالاذن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. السلام. ها ما قلتليش عملت ايه عند بابي؟ انبسطت؟ اه طبعا. وشفت مين هناك بقى؟ انكل عادل وطنط سوزي. ومين كمان؟ وطنط داليا. داليا مين؟ مرات جده؟
بس ما كانتش هناك، رنت على بابي. ورنت على بابي قالت له ايه؟ مش عارف، ما كانش قاعد، بس انا شفت صورتها على الموبايل. طب يلا يلا عشان انا لازم امشي دلوقتي. ده ايه الفصلان ده؟ ده وقته. انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه افتح لامي. ما انتش سامع الفرح اللي عاملاه بره. شويه وهتزعق وتمشي. اخس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها في بره. في ايه؟ الله، دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي، هو انت فرحانه ولا ايه؟ ايوه. هيمشي كده. لا، هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي وهتقومي وراي. ماشي. وهتقومي. ماشي. ايوه ايوه ايوه. الاربعه. خلاص، المنطقة كلها عرفت انك اتجوزت جوه. خلاص. شكرا شكرا. تعالي بسرعة. سماح نايمة. سماح نايمة. سماح نايمة. انت يلا قولك الوقت. قصر يا جيجي. حبيبي. يا ربي يا رب على الناس. في حاجة في الجورنال يا بابي؟ جرى الاسود الدهشوري ده تافه تفاهة، عامل اعلان نص صفحة في الجورنال بيقعد في نفسه وبيضحك على مين ده؟ طب على فكرة ده مش غلط، مش قصدي يعني اللي عمله الدهشوري، بس موضوع الدعايه دي بحد ذاتها مهم جدا. لما نشوف بقى. اديني بعت يوسف يعمل كام يافطه في المطبعه. بس اوعي يا بابي يعني يكونوا من اليافط القماش. يا بنت بقول لك المطبعه اليافط البلاستيك الجديده اللي بيعملوها. خلاص يا بابي ما تقفش عليا. في ايه؟ اخبار جماعه بتوع السفاره ايه؟ الناس دي حبالها طويله قوي. لا يا بابي، خلاص الموضوع قرب يخلص، ما فاضلش غير شويه ورق. ايوه بس يكونوا بيلعبونا ويروحوا يلفوا على راجل صاحب الارض من ورانا. عيب عليك، ده انا غاليه لشين. طالع على ابوك. بابي صحيح، انا عايز اسالك على حاجه. انت حكيت لحد تاني عن موضوع سعيد ويوسف؟ حد تاني مني؟ ما انت عارف ان اسرار الشغل ما تطلعش بره. مش عارفه يا بابي، في حاجه غريبه قوي حصلت النهارده. رامي جه قال لي انه شاف نمره داليا على تليفون سعيد هو عنده في القريه. هو رامي حافظ نمره داليا؟ اذا كان انا ما اعرفهاش. بابي، سعيد عنده نمره داليا بصورتها. قولي لي يا بيت، الرايق طلع رايق ولا طلع موسع؟ ام سعد ايه يا اما؟ طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا بنت، وقد كده يا الله الله يا بنت. الله الله. ايه؟ قلت له ما يا سماح؟ كل خير يا اخوتي. حلو الحمام يا رايق. حلو يا عمتي تسلم ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي ان شاء الله بقى ولا جي جي؟ لا ان شاء الله ولا ايه؟ ايه هنمشي. صباح المباركه يا عيني. هتتغدوا معانا؟ لا ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مدياء. يلا يا مدياء. يلا يلا يا اخويا. يلا 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 يلا. مبروك يا رايق. اكلمك يا جي جي. اكلمك. ماشي يا اخويا. سلام. مع السلامه. مع السلامه يا سلام. يلا يا جي جي. يلا. كنت عارف اني اشوفك النهارده. يا سلام، ده انت واصل قوي بقى. طب ويا ترى عارف ايه تاني؟ عارف انه مش عيد ميلادي. مش لازم يبقى عيد ميلادك يعني. دي عادي، دي كده كده. ايه كده؟ دي عيد جديد ده. شفت حاجة حسيت انها تعجبك فاشتريتها لك؟ مش سؤال عليها يعني. هدية جامدة جدا. ده انت اللي جايب. أمينة، أنا مبسوط. وأنا كمان مبسوطة. طب أنت مبسوط ليه؟ مش عارف، بس مبسوط. أول مرة أحس إن حد مهتم كده يعني، بيجيب لي هدية وبحس بيا يعني. حاجات جديدة يعني. أنا قطعت هدومي عشان يجيبوا لي حاجة لما جابوها. خلاص لو كده دايما أشتري لك هدية. لا لا، هي مرة واحدة خلاص. خلاص. كفيني مرة واحدة. مش معاك ليه؟ ولا هو الغايب ملوش نايم؟ شكلنا ملناش نايم في اي حاجه خالص. بتقول كده ليه؟ مالك؟ المقدس شكله ناوي يرجع لبنته تاني. امال المقدس طول عمره رايح جاي، ايه الجديد يعني؟ المره دي وان واي، رايح ومش راجع. انت بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك كده. وانت جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قالك بنفسه؟ هو ما قالهاش بصراحه كده، بس انا حسيتها من كلامه. طب والمحل والتجاره هيعمل فيهم ايه؟ ما هي دي الواقعه.
شكله هيديهم لحد من صحابه ولا معارفه، يشوف ايه بقى هيكروشنا ولا هيعمل فينا ايه. ربنا يبشرك بالخير. تتبكتيني على ايه؟ انا في ايدي اعمله طيب؟ ما الواحد لو معاه قرش ولا حاجه ما كانش ساب المحل والورشه دلوقتي يروحوا في حته، بس هنعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. بص محدش عارف الخير فين، مش يمكن تلاقي بنته هاي زي اللي جاي تقعد معاها هنا؟ يا بنتي انت في حد يسيب بلدي ويرجع لها تاني؟ انت طيبه؟ خليك انت كده شايل الهم، انا مش ناقصه قرف، رايح اعمل كوبايه شاي. روحي. يا ابني شايف النبي، شايف اللعب ده؟ اسمه ده احلى الواد ده، كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى لعيب كوره في برشلونه يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا ابني، ده احلى لعيب كره قدم في الكره الارضيه كلها. اخيرا الحمد لله على السلامه يا ابو وحشنا ميمي. اخيرا ايه يا دول؟ ثلاث اربع ايام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصه؟ اه سيئه على اخوك سيئه، انت اخويا حبي وافرح لك. انا كمان نفسي افرح بيك يا امتى بقى تهدى وتكلني في حته؟ لا ثاني ما تقولش في الحوارات دي. ماشي. خلصان فين بقالك كام يوم؟ بتعمل مصيبه ولا ايه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح فسح من ساعه ما رجعت وانا سايبك، قلت هيجي لوحده ويحكي لي. انت معاك حكايه هناك ولا ايه؟ ايه اللي نزلك فجاه كده؟ ابدا يا حبي، شغلي كان ماشي زي الفل زي الفل، والقرش رايح جاي، واخدنا اقامه كمان، كنا شويه وناخد الملك. بس تقول ايه بقى؟ مرات الراجل خواجه مش سايماني في حالي، بنت عامله زي الفرسه، طليانيه من الجنوب، بنت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيها الراجل ماكلني عيش. قمت خدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت. مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن برضه. ماشي. ها؟ قولي لي بقى الحركه بنت المجانين اللي انت عملتها يوم ما جيتي لي المستشفى بالليل دي، ازاي؟ ما خفتيش يا بنت امك ولا اخوكي دياب يشوفوكي وانت نازله؟ خفت ما اشوفكش تاني. الله اكبر يا جدعان. معلش انا اسف يا جماعه، اهل الكافيه يعني اتنين بيحبوا بعض عادي يعني. معلش بس انا ما كنتش اعرف اني غالي عندك قوي كده. عشان ما بتحسش. وجزمه قديمه ومبرطشه وريحتها تقرف الكلب كمان. ها ايه رايك بقى؟ بس بموت فيكي بجد. وحياة شيمو. يا يوسف انت ما تردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ يا بنت وانت تقعدي تنطي لي كل شويه زي الفرقعلوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز وانسي خالتي ومشاكلك، هو انا فضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم. هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جايه ترمي بلاكي على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني اكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف؟ مرمطني؟ ما هو ده اللي ناقص طبعا. ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناويها بقى يا روح امك. ايه ده يا عم يوسف؟ مش كده مش كده. لا لا يا انت يا يوسف في ايه كمان؟ ما هو ده اللي ناقص. اهدي في ايه؟ اساله ما هو قدامك، اساله في ايه؟ مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه وبترمي بلاها عليا. يا عم الناس انا كدابه بقى. يا عم يوسف ده يا سيدي انا حاسس منه ومش يا تعبان. أنا بالراجل التعبان. ليه بس كده يا جنرال؟ ليه؟ ايه انت مش كنت حزب وطني؟ ايه اللي خلاك تنط على حزب تاني يعني؟ انا مستعد كمان ارب دقني وامسك سبحه واحط ورقه بوسطه واخش في الهوجه كمان. يبقى ما غلطتش لو قلت عليك راجل تعبان وبتغير جلدك كمان. عمرك ما تغلط ابدا يا جنرال. خير يا دهشول. الشيم يا باشا. اشمعنى؟ نفسي اظبطه ظابطه محترمه، حد مكبرها في دماغه ومتخنها في مناخيره لما كبرت قوي 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 بقت فوق. وعاوز اكسرها له. نزل قصادك؟ مفيش حاجه تخفى عليك يا جنرال. دي حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتعرف ازاي تختار اصحابها، ايه اللي الراجل ده بيعرف ازاي يختار اعدائه؟ الموضوع بين ايديك يا جنرال. انت لازم تنجح يا دهشوري. بركه فيك يا باشا. سلام يا دهشوري. طبعا يا حبيبي.
كلم دي والعيال اللي معاه. بعد اذن جنرال، يعني لو كان لي ان انا اقول وجهه نظر، يعني بحكم خبرتي وعشتي مع سعادتك ممكن افهم سعادتك بتفكر في ايه. تالي كده سعادتك عايز قرصة ودن خفيفة لشيمي ترجعه لمربعه. العيال دي بقى تجيبوا العيال معاه اتراقوا شوية أو يتسكنوا في عمليات أكبر من كده. فأنا وجهة نظري ده لو من حقي إن أنا أقول وجهة نظر طبعًا، إن إحنا نجيب طب جديد لأن هو اللي خلص لنا العملية دي. بعد كده نستفيد بيه قدام. أنا ده رأيي، وطبعًا الرأي الأول والأخير لسعادتك يا جنرال. العيال دي عندك؟ موجودين وفي خدمة سعادتك. خلوهم يجهزوا وينفذوا، بس مش على البازار. أمال فين يا باشا؟ على بيته. الدهشوري لازم ينجح. مش عشان الدهشوري يستحق النجاح، لا. عشان الشيمي هو اللي يستحق الصعود. يسقط يا باشا. واحدة واحدة بقى وبالراحة عشان أفهم الدنيا فيها إيه. العروس اسمها ايه؟ نادين. عاش الاسامي يا ست نادين. في ايه مع يوسف؟ انا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي، وهو كمان حبيني جدا على فكره وما يقدرش ينكر كده، وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي، وانا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من ايه؟ حامل من يوسف؟ ايوه. طب الورقه دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحه. ماما مديحه مين؟ مامة يوسف. ماما يوسف؟ اه ليه ماما مديحه يعني. ايوه ماما مديحه. طب صلي على النبي. على الصلاة والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا، بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب، بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هينخ. واد ايه؟ الواد ابنه، مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي، انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا، وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه، ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش، هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل، انا بحل المشكله دلوقتي بعدين يحلها الف حلال. ماشي الكلام؟ ماشي. متشكر قوي يا استاذ. اسم ميمي. متشكر يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي، تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدك، هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي. يلا. اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مدام، نحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتي لي عنوان الراجل، صح؟ صح. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. بس هو في مشكلة كده. خير يا مدام؟ أصله مش في مصر. أمال فين؟ في بنها. حرام عليك يا مدام، وقعتي قلبي. أنا كنت فاكراك هتقولي إن هو بره مصر خالص. لا أنا قصدي يعني إنه بره القاهرة، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي إن المشوار بعيد عليك. بعيد عليا؟ ده أنا بعد اللي شفته في حياتي أمشي لآخر الدنيا على كعوب رجليا بس ألاقيه، وأرتاح أنا ويوسف بقى. إن شاء الله، أنا متفائلة خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي اتفضلي. متشكرة، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشه اللي كل يوم تكسر لنا بيها حاجه دي؟ ما تزعليش يا يوسف. ما زعلكش ايه؟ ما انت غلطان. لا بزعلي يا يوسف، انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف يوسف، عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. امي امي نتكلم جوه. الله، هي بقت كده؟ عايز واي؟ اتفضل. انت مانعة تجيب لي واين ولا ايه؟ اخر مرة شربت فيها كان شكلك وحش قوي، وبعدين احنا متفقين اكتر من مرة ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام، هو ايه اللي حصل اخر مرة يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتير الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي، مفيش صوت عالي ومفيش واين كمان، وقلت 100 مرة التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. هاي يا شيخة ماجدة، هنعرف نعمل له حاجة؟ أيوة ينفع، بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي،
يعني ايه؟ حباه وعشقاه؟ اه طبعا بحبه، وهو كمان بيحبني. امال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني بس فجأة قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجة بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه، بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير لأني بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غالية كتيرة قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. أنا ما باخدش حاجة ليا. أنت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. أنا أجيبها منين بس؟ لا اتصرفي أنت بمعرفتك. يبقى تسيبي 2000 جنيه مطرح ما أنتش قاعدة، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني أنا وأنت. 2000؟ أيوه. على اسمك شيمي، عامل لك حاجه تشربها؟ شيمي ايه ده؟ سرحان في ايه ده كله؟ ده مفيش حاجه، بس موضوع الانتخابات ده مشغلني حبتين. لا يا حبيبي انت قدها وقدود. ها اجيب لك حاجه؟ لا ميرسي يا حبيبتي. انت معاك نمره سعيد؟ سعيد طليق غاليه؟ هو في كام سعيد نعرفه؟ اه طبعا معايا. وكلمتيه من يومين ليه؟ انا علشان رامي، انت عارف انا بحبه قد ايه، وكمان كان نفسي يبقى عندي طفل زيه. هو حصل حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. طيب انا هقوم انام. مش هتقوم تنام؟ لا شويه بس كده، هكلم غاليه اتصل بيها على الموبايل ما تردش عليا. اوكي تصبح على خير. انتي من قلب. ايه برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعه ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك، ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري؟ انا معرفش عنك حاجه يا ستي، ولا اسرار ولا حاجه، عادي شوية كركبة كده في البيت وفي الشغل في الحياة كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ازاي بقى؟ مش عارفة. هعمل اي حاجة. حاجة ايه اللي ممكن اعملها؟ انا عملت كل حاجة خلاص، ما بقاش في حاجة جديدة، كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس انك وحيد؟ أنا وحيد؟ ده أنا أعرف طوب الأرض. عندك حق، مرات كتير أوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير أوي بس برضه حاسس إن هو وحيد. أنا هو قدامك وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي، بس مش عارفة مرات كتير أوي بحس إن أنا عايزة حد في حياتي، مش عارفة أوصلها لك إزاي. وصلالي مخفيش، فاهم كويس قوي اللي انت حاسه بيه، بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشه، بقوا مكدبين ولا الكلب يعني، واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفرا والسلام. هو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد، وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانية بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس أنا بشر وزي أي واحدة ست تانية. عارف الراجل كان معايا في الأوتيل ده يا يوسف، كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني، كان بيعمل كل حاجة وكل تصرفاته كان بتثبت إن هو بيحبني فعلا عايز يتجوزني، بس أنا اللي ما كنتش عايزة، كنت خايفة قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خليني خلي راجل في حياتي يملى عليا فراغي وخلاص. على فكره يا غاليه انت مش محتاجه تقولي لي الكلام ده. يمكن عندك حق، بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيا؟ دي حاجه انا اعتز بيها. عارف حاجه يا يوسف؟ انت اول واحد اثق فيه من زمان قوي. نفس الإحساس ده يفضل على طول. وأنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، ما تخافيش مني.
مش خايفه. خد يا ميمي. ده ايه ده يا باشا؟ موتك. ولو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي. مالك يا واد شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا. الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن. تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا. ماشي، على العموم لو احتجت حاجة أنا أخوك الكبير. حبيبي يا باشا. أوعى تتكسف مني أقول لك. لا يا باشا. طب أمورني بقى، كنت عايزني في إيه؟ مش أنا المرة دي اللي عايزك، المدام. يا نهار أبيض. ده أنا عناية للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحة كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين. إذ فجأة الدور اللي فوق فضي. قلنا نأجره. الراجل ما رضيش. زعلت أنا. طبعًا. أثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع. قلنا نشتري. شطح في السعر جامد. زعلت تاني. تاني؟ اللي قلنا ميمي. أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك أنت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ أيوه. نعمل إيه تاني عشان ما تزعلش؟ طب إحنا ممكن دلوقتي نجيب قرار إزالة للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما الأرض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، تقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له إيه؟ هيزعل. زعله. طب وقرار الإزالة؟ يا باشا قرار إزالة إيه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. بنلعب ولا إيه يا باشا؟ بنلعب، بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. ده حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا انت اللي الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفه انت ضربت ايه الحلاوه دي؟ جيجي عندنا؟ ده ايه الجمال ده؟ يا شيكو. حلوه بجد يعني ولا بتجاملي؟ بجاملك ايه يا بنت انت؟ في ايه الكلام ده؟ حلوه طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارفه ان انت غاليه عندي ولا ايه؟ بس مش حاسه. مش دي عينيك اللي انا عارفاه، انت متغير. انا لا متغير ولا اي حاجه، انا زي ما انا، مفيش اي حاجه. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني في عينك بالكلام ده خالص، انا تعبان. انا كان المفروض اروح الشغل، بس خلاص ما بقتش قادر. مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هديه؟ دي هديه، انا كنت جايبها لك. شفت انت نسيتيني ازاي؟ دي هديه. ليه انا؟ هديه فيها في يومك حلوه انت، فاهم؟ شفتي؟ بس انا كنت مستني الوقت المناسب. ليه انا يا دي؟ اتفضلي اتفضلي. انت مش مصدقه ليه؟ هديه. لا مصدقه، بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بتطير. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله، طمني خالص، طمني. افتحها؟ افتحيها افتحيها. دي رجالي يا اديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده الراجل ابن العبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. خدي بالك، قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تلعبلي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي، لما تبقى تفوقي لوحدي يبقى تعالى لي يا اخويا. يا مقدس بيقول لك في التلفزيون والراديو الاسلاميين هيفوزوا هيفوزوا. يا ابني ما يفوزوا. انت ايه اللي مخوفك؟ انا خايف. على ايه حسره؟ انا مش فاهم. طيب انا خايف عليك انت. انت راجل تاجر وليك فلوسك وتجارتك اللي في السوق، صح ولا لا؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تعمل زي البنت هايدي وتشغلوا لي القلاقه في الفاضيه والمليانه، العمليه مش ناقصه. هو ده كلام انا يا مقدس؟ ده كلام الناس كلها. بيقول لك لو مسكوا هيفرقوا في المعامله ما بيننا ومش عارف هيعملوا فينا ايه وحوارات. اوه انت هتصدعني بقى. قوم يلا قوم عمك ياسين جه. حقك عليا. ايه يا مسعد؟ معاك هنا على المقدس ليه؟ صدقني ابدا. يا كذاب. انت عارف لسه كان بيقول لي ايه؟ لو الاسلاميين مسكوا هيمرمطونا ويشردونا ويدبحونا، وكلام خايب بقى حاجه تقرف. لا في دي عنده حق.
شفت؟ اه عم ياسين قال لك. وانتوا تلحقوا تعملوا حاجه؟ احنا هنخلص عليكم من اول يوم، هتصحوا الصبح ما تلاقوش نفسكم. امان عليك يا ياسين، لو انا جيت من نصيبك خليك حنين. اتاخرت يا حبيبي، محجوز والله. واخد ام شنوده والواد ابنها والواد مين اللي على اول الشارع. يعني هعمل ايه؟ بس اقول لك انا هشوف لك سكينه برضو معايا زياده. تبقى كتر خيرك. ماشي يا عم ياسين. ماشي امشي كتمشي في ركبك واعمل لي شاي انا. انت بقى لك سكينه تلمى معايا. شفت الخيبه اللي احنا فيها يا ياسين؟ خيبه بالويبه والله. بس اقول لك يمكن يكون في المصلحه، محدش عارف. مصلحه ازاي يعني يا ياسين؟ ما هو اي جرح عشان ينضف لازم تطلع الصديد اللي جواه علشان يقفل على النظافه. اللي بيحصل بقى معانا دلوقتي صديد ووساخة سنين طويلة عشناها يا فؤاد. يا رب يطلع كلامك مظبوط واستريح من الغم. يا رب. خد شد نفس خط. عارفة إيه أكتر حاجة بتخليني قلقان عليكي؟ إنك في الدنيا لوحدك وأنت عفري. وإن كل اللي حواليك يا إما عايزين يطلعوا منك مصالح، عايزين ينهشوا في لحمك. وكتير كنت بقول لنفسي يا واد واعيها وفاهمها. بس كنت ارجع اقول بلاش، احسن تفهمك غلط. يوسف انت بتخاف عليا قوي كده ليه؟ مش ده الطبيعي يعني ان الواحد يخاف على الناس اللي هو بياكل عندهم عيش؟ يعني انت لو اشتغلت عند ناس تانية هتخاف عليهم قوي كده برضه؟ حاسس وصايل بيها؟ ولا حاجة. كنت بتكلم معاكي بصراحة. يا ريت. أنا لو رحت اشتغلت عند ناس تانية برضه هفضل أخاف عليك. ليه؟ عشان زي طب إيه رأيك نقلب السؤال؟ يعني بدل ما أنت بتسأليني وأنا جاوب، أنا اللي أسألك وأنت تجاوبي. تفتكري ليه يعني اكون بخاف عليكي؟ مش يمكن اجابتي تكون غير اجابتك؟ ويمكن تكون زيها؟ يمكن. الو؟ هاي بابي. ايه؟ مين الناس دول؟ طب انا جايه لك حالا. باي يا بابي باي. في ناس دخلوا على بابي الفيلا عايزين يقتلوه. يلا يلا. تعرفي يا امال؟ ايه؟ احلى حاجه فيكي إنك زي الوردة، حتى لما كبرتي لسه ريحتك فيكي. كبرت؟ طب يا سي عارف شيل إيدك من على الوردة لجيك شكة. أموت أنا في الشكشكة. إيه؟ مفيش سلام عليكم؟ إيه اللي جابك هنا؟ يا ست أمال، هي دي اللي فهمت وعقلت؟ طب قبل ما تفتحي لي محضر قولي لي ازيك يابا؟ ابويا مين؟ ابويا اللي بيجي ياخد مزاجه كل كام شهر ويمشي؟ ولا ابويا اللي بيجي يضحك على الست الغلبانه دي بحضنين وكلمتين وياخد شقه بنته؟ اهدي اهدي، ده ابوكي مهما كان. ابويا؟ ابويا مين يام؟ ابويا اللي جاي ياخد مزاجه ودم ابنه لسه ما بردش؟ نص يابا، فاكره؟ فاكر ابنك ولا نسيته؟ الله يرحمك يا نص، الله يرحمك يا اخويا. انا لازم انزل اشوف بابي، مش عارفه استنى اكتر من كده. تنزلي تروحي فين؟ اوعي تحركي من العربيه، فاهمه؟ يا يوسف في ايه؟ في عيال نطت على فيلا الشيمة. ده بلد ايه؟ خد خلي ده معانا. Thank you.
تمام يا باشا؟ ها؟ انزل! ولاد الكلب، أنت كويس يا باشا؟ ها؟ تمام